مرة تانية حضرات السادة المشاهدين بننقل لحضراتكم هذا الخبر العاجل، الخبر الحزين، وفاة الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، البقاء لله، وربنا يلهم أسرته الصبر والسلوان. احنا بينضم لنا دلوقتي الأستاذ عادل دربالة، مدير تحرير جريدة الأخبار. أستاذ عادل، الباقي في حياتك يا فندم. البقاء لله. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون يا فندم. يعني قلبي معاك أستاذ عادل، وقلوب كل الصحفيين والمصريين في وفاة الفقيد. يعني مصاب عظيم وخبر يعني سيء جدا جدا في بداية يوم يعني لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. يعني قلبي معاك، والحزن يعني موجود عندنا كلنا. أخويا مات النهارده، احنا فقدنا كل شيء النهارده، الصحافة ماتت، كل حاجة ماتت النهارده، الإنسانية، الرجولة، الشهادة، الإنسان، البني آدم، البني آدم مات. طبعا عارفين مدى يعني التقارب حضرتك طبعا مات اخويا وابويا والانسان اللي كان ظهري لكل الناس، مات يا سرس، خلاص خلاص كل حاجه راحت، ادول ايدي، ادول يا رب يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا رب لا اله الا الله. انا يعني مش عايز اطول على حضرتك، الحزن شديد والمصاب جلل. بكل تاكيد احنا يعني بنشاطرك الاحزان، وحنتابع بكل تأكيد إذا كان في الدفنة اليوم، وإذا كان هناك عزاء بكل تأكيد لتقديم واجب العزاء في الفقيد، اسم كبير في تاريخ الصحافة. ويمكن كنا في انتظار في معرض الكتاب، حيكون في كتاب للأستاذ ياسر منتظر عن الصحافة المصرية وكواليسها في خلال العشر أعوام المنصرمة، كتاب كلنا تابعنا الحملة الدعائية الخاصة به، وكنا في انتظار الأستاذ ياسر يحكي لنا ويكلمنا في ندوات عن هذا الكتاب، لكن ما فيش حد يعني مخلد في هذه الأرض، فيش حد غالي على ربنا زي ما بنتقال، لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب، انتقل يعني إلى الرفيق الأعلى اللي أحسن مننا كلنا، انتقل له الأستاذ ياسر. فالبقاء لله لكل المصريين في هذا المصاب الأليم. احنا كمان حسن بنحاول نتواصل يعني مع زملائه ومع تلامذته، لكن الحقيقة كله يعني زي ما سمعنا مع حضراتكم مكالمة أستاذ عادل دربالة، الحقيقة كله متأثر جدا، ويمكن محدش قادر الحقيقة حتى أنه يتكلم دلوقتي من هول الصدمة. طبعا يعني حقيقة الصحافة المصرية فعلا فقدت قامة كبيرة جدا، الله يرحمه، ربنا يغفر له ويلهم أساتذته، طبعا يلهم تلاميذه عفوا، ويلهم كل قراءه وأسرته الصبر والسلام.